السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عد إلى الكلام عن السيوطي في ضمن كلامنا عن علماء الأشعرية، ومناسبة العودة بعد أن قلنا قد نكون ختمنا كلام يسري جبر، حيث قال إن السيوطي التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فسأتكلم في حلقتين عن هذا الموضوع. الحلقة الأولى ننقل كيف التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وننقل معلومة أخرى. ففي كتاب الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة تأليف نجم الدين الغزي في الصفحة 229 يقول: وذكر الشيخ عبد القادر الشاذلي في كتاب ترجمته، يعني في كتاب ترجمة السيوطي يترجم له الشاذلي، أنه كان يقول السيوطي: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقظة فقال لي: يا شيخ الحديث. فقلت له: يا رسول الله، أمن أهل الجنة أنا؟ قال: نعم. فقلت: من غير عذابي يسبق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لك ذلك. فصار عندنا العشر المبشرين بالجنة، ونضيف إليهم السيوطي، لأنه أيضا هو صحابي، بما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، يعني رؤية حقيقية. وتعريف الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. فالآن السيوطي صحابي مبشر بالجنة، لكن هل رأاه مرة؟ لا. سأله: كم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقظة؟ فقال: 74 مرة. معلومة أخرى تتعلق بالسيوطي أيضا ذكرها، فنقرأها لكم. قال: وذكر خادم الشيخ السيوطي محمد بن الحباك، محمد بن الحباك كان خادم للسيوطي، يتكلم عن السيوطي، أن الشيخ يعني السيوطي قال له يوما وقت القيلولة، طبعا كان في مصر بالقرافة نايم، فقال له: نريد أن نصلي العصر بمكة. القيلولة قبل العصر، ويريد يصلي العصر في مكة وهو في مصر، بشرط أن تكتم ذلك علي حتى أموت، يعني لا تخبر أحد. قال: فقلت: نعم. قال: فأخذ بيدي وقال: غمض عينيك. فغمضتها، فرمل، يعني مشى سريعا، في نحو 27 خطوة، ثم قال لي: افتح عينيك، فإذا أنا بباب المعلى. صار بمكة 27 خطوة. أسرع طائرة اليوم لا تصل من مصر إلى مكة ب 27 خطوة، صاروخ، سرعة صاروخية. وعندما تنتقد مثل هذا يلعنك الصوفية ويقولون لك وهابي. أليس فيكم الآن مثل السيوطي يرينا كيف ينتقل من مصر إلى مكة ب 27 خطوة في أيام التكنولوجيا والتصوير والبث المباشر؟ فنرى كيف إنه فعلا انتقل من مصر إلى مكة في مثل هذا الوقت، حتى يؤمن العالم بهذا الإسلام عندما يرون الأقطاب الربانيين. أفضل ما تجيبه أناس يفعلون أفعال مخزية وطعن بالخناجر وكذا، لا، أروهم مثل هذه حتى نقول لهم: أنتم عندكم طائرات، إحنا عندنا سيوطي، وعندنا يسري جبر هذا عالم، وعندنا علي جمعة أسرع من طائراتكم، ونصور لهم بثا حيا مباشرا كيف ينتقلون من مصر إلى مكة ب 27 خطوة. لماذا في أزمنة التكنولوجيا لا نرى مثل هذه الأشياء؟ افتح عينيك. فتح عينيه، فإذا أنا بباب المعلى، فزرنا أمنا خديجة مدفونة بمكة، يعني والفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة وغيرهم وغيرهم، ودخلت الحرم فطفنا طاف في الكعبة، وشربنا ماء زمزم، وجلسنا خلف المقام حتى صلينا العصر، وطفنا وشربنا من زمزم. ثم قال لي، يعني سيوطي يقول لتلميذي: يا فلان، ليس العجب من طي الأرض لنا، يعني أنه انتقل من مصر لمكة ب 27 خطوة عادي، وإنما العجب من كون أحدا من أهل مصر المجاورين لم يعرفنا. ثم قال لي: إن شئت تمضي معي، يعني ترجع معي، وإن شئت تقيم هنا في مكة حتى يأتي الحاج. أنا بدي واحد من الصوفية يأخذني أحج، مشتهيها يا أخي، ما عندي مال أذهب أحج، تحتاج تكلفة عالية بالنسبة لي، لا عندها، ليس عندي هذه التكلفة، فشوف لي صوفي يأتي يأخذني، يأخذ بيدي 27 خطوة وأذهب وأحج، وأرى هذه العجيب، وأصدق أن السيوطي كيف كان، وأبلغ الناس بما حصل. نريد أن نرى هؤلاء الصوفية يا أخي، ولا انقطعت هذه بعد السيوطي؟ لعلي إذا رأيت ذلك أصبح صوفيا أشعريا وأنصركم بدلا من أن يعني أتكلم فيكم. فرشحونا واحد من هؤلاء حتى نرى.
لكن هو ما أراد أن يقيم، ماذا خادم السيوطي ما أراد أن يقيم، بل أذهب مع سيدي. فمشينا إلى باب المعلى وقال لي غمض عينيك، فغمضتها فهرول بي 7 خطوات ثم قال لي افتح عينيك، فإذا نحن بالقرب من الجيوش. فنزلنا إلى سيدي عمر بن الفارض، ثم ركب الشيخ حمارته وذهبنا إلى بيته يعني من مكة إلى مصر 7 خطوات يمشي. بعدين من سيدي عمر بن الفارض إلى بيته يحتاج إلى حمار، حمار. أترك التعليق لكم، والحمد لله الذي نجانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا.